الريف والصعيد ده اللي هو الريف والصعيد وعدم الاهتمام انا فاكر العناوين اللي كانت في كتب المدرسه الاهمال الصعيد وصعيد مصر وده خلينا نروح للسؤال بقى دكتور فكره انا كمواطن دلوقتي في صعيد مصر او في الريف المصري كنت مفيش خدمات ابسط الحاجات مثلا احنا كنا لسه بنتكلم على دخول الغاز الطبيعي كان عندنا فقره من الفقرات دخول غاز طبيعي دخول ميه بسهوله دخول كهرباء بسهوله يعني الفكره في الحياه اللي هي الحقوق الحياتيه لاي مواطن بقت متوفره وموجوده من خلال مبادره كبيره زي مبادره حياه كريمه البنيه التحتيه طبعا هي المبادره الاساسيه حياه كريمه قائمه لسد الفجوات والتوزيع العادل للموارد على كافه محافظات مصر. كده لما بنيجي نبص للخريطه مستوى مصر بتيجي نبص مثلا لصعيد مصر قبل 2014 وتبص له من 2014 ل 2021 هتلاقي ان كانت نسبه المدخرات او نسبه التنميه او نشاط التنمويه لا تتجاوز 7%. من 2014 ل 2021 احنا بنتكلم في 36% من اجمالي المشروعات بتتم هناك. انت عندك النهارده في صعيد مصر خاصه محافظه سوهاج وقنا ان هم المحافظات اللي تم البدايه فيهم من 2014 ومن 2018 برنامج تنميه الصعيد الخاص بوزاره التنميه المحليه والبنك الدولي اطلقوا تقريبا اكثر من 350 مشروع بتكلفه 30 مليار جنيه. فانت النهارده بتتكلم في حجم استثمارات كبير جدا. لما نيجي نبص للخريطه الاستثماريه لمصر او المشروعات القوميه في مصر هنلاقي ان صعيد مصر في خلال 2014 ل 2021 عندنا تنوع كبير جدا في الخدمات وكلها خدمات متعلقه بالحقوق الاصيله للانسان المصري او المواطن المصري. تلاقي عندنا حجم استثمارات في مجال التعليم، حجم استثمارات في مجال الصحه، حجم استثمارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، حجم استثمارات في مجال الطاقه والكهرباء، حجم استثمارات في مجال الانشاءات والبنيه التحتيه والطرق والكباري، حجم استثمارات كبير جدا في اعاده احياء المدن الصناعيه. اعاده احياء المدن الصناعيه وانشاء مدن صناعيه اضافيه كثيفه العماله لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الايدي العامله وخلق فرص عمل دائمه وفرص عمل مؤقته للعماله المؤقته. لما نيجي نبص للموضوع اكثر عمقا لمصلحه المواطن بشكل مباشر هنلاقي ان الاستراتيجيه الخاصه بتطوير الريف والمبادره الرئاسيه حياه كريمه هي قائمه من اجل تحقيق طبعا شفافيه وافصاح وحوكمه في اداره المحافظات، خلق ميزه تنافسيه لكل محافظه على حده، اعتماد المخصص المالي لكل محافظة وفقا لمستوى الأداء ومؤشرات الأداء. يعني النهاردة المحافظ اللي هيشتغل المحافظ اللي هينتج المحافظ اللي هيبقى عنده فرص استثمارية قوية ده بيبقى من حقه ان هو يطلب دعم ويطلب تمويل. فالطريقة بتخلق تنافس ما بين المحافظات وما بين بعضها الأمر اللي بينعكس على حياة المواطن بشكل مباشر. وده بياخدنا لكلمة توطين الأهداف. النهاردة المستقبل في مصر أو مبادرة سياحة كريمة العالم كله بيشيد بيها أن هي أسرع أداة وأسرع وسيلة لتوطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي العالم كله نفسه يحققها. النهاردة مصر من 2014 لحد 2021 الحمد لله في كل المؤشرات بتتقدم في كل المؤشرات بتحقق برفورمانس قوي جدا وده بالارقام وباشادات دوليه مش بكلام نظري او مش بكلامنا احنا يعني. صحيح. في كمان جزئيه خاصه بفكره اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها لما كنا بنتكلم عن الهجره وعن جهود وزاره الهجره المساله المتعلقه بالتناسق او التناغم بين مؤسسات الدوله لانه حياه كريمه بتجتمع فيها كل القطاعات يعني كل تقريبا المؤسسات الخاصه في الدوله وحتى المحافظات طبعا التنميه المحليه كل الوزارات تقريبا بتشتغل في حياه كريمه. ازاي الحلقه دي من التناغم بتشوف انها كانت مفيده في تحقيق الاهداف؟ اولا خلينا نتفق على شيء، هي المبادره الرئاسيه حياه كريمه هو حلم قومي هو حلم مشروع لكل مواطن مصري قدر يعمل حالة من توحيد الجهود وتكاتف كافة الأطراف. النهاردة الاستغلال الأمثل أو الاستثمار الأمثل لحالة التكاتف وحالة التكامل الموجودة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام ومراكز الفكر والمراكز الأبحاث الفكرية النهاردة بنستغل ده في إيه؟ إحنا يبقى عندنا منتج مصري مميز منتج مصري يقدر ينافس. النهاردة نستغل مبادرة رئاسية حياة كريمة إنها تخلق لي مواطن مصري صالح منتج يقدر ينافس عالميا ويكون مصدر للعمله الصعبه في المستقبل. النهارده استغل مبادره حياه كريمه ان هي تطور وجه الريف المصري زي ما سياده الرئيس بيتكلم. النهارده هنستغل مبادره حياه كريمه ان احنا نقدر نعمل مشروع الدلتا الجديده ويبقى عندنا شريان جديد للحياه. النهارده الشطاره بتاعت كافه الاطراف المعنيه انها تحقق اكبر قدر ممكن من الانجاز استغلالا للروح المعنويه والحاله النفسيه الموجوده عند كافه الاطراف بالنجاح. النهارده عشان تنجحي 90% من النجاح هو الحاله النفسيه اللي تتعامل فيها مع المشروع. النهارده مشروع حياه كريمه الدعم اللي الدوله بتوفره له، التكاتف اللي بيتم بمؤسسات الدوله الحكوميه،
رغبة القطاع الخاص الوطني في دعم تلك المبادرة الرئاسية وتحسين وتغيير حياة المواطن المصري والمجتمع المدني ودوره ونزوله بالقوافل الطبية وتعاونه مع الفئات المهمشة والأكثر احتياجا. النهاردة الزخم ده والحالة دي لازم تبقى نتيجتها أو ثمارها فعليا هي حياة كريمة للمواطن المصري لحد في خلال 5 سنين الجاية يعني.